السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسابق الزمن لاستكمال دراسة ملفات الراغبين في الترشح، فغربال السلطة أسقط أسماء وقبل قوائم انتخابية أخرى، والتي سارعت إلى نشر محضر القبول على منصات التواصل الاجتماعي كبداية لحملة غير معلنة قبل أيام عن الحملة الانتخابية. احنا اعطينا تعليمات لمرشحينا انهم يديروا حملة انتخابية واضحة وصريحة، بعيدا عن الخطابات الشعبوية، بعيدا عن الوعود التي ألفنا ثمنها في الانتخابات والتي قد تفقد البرلمان مصداقيته او تفقد النائب البرلماني او المترشح مصداقيته. النائب البرلماني ليس دوره ان يوفر السكن او ان يبحث عن العمل او ان يصلح الطريق، وانما دوره ان يقترح مشروع مجتمع متكامل، حتى اذا كان حزبه وصل الى السلطة يجسد هذا المشروع المجتمع من خلال برنامج متكامل يعود بالفائدة على المواطنين. قبل النزول للشارع خلال الحملة الانتخابية، شرعت الأحزاب السياسية وحتى القوائم الحرة التي قُبلت ملفاتهم في استعراض عضلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق وعود وبرامج انتخابية في محاولة لاستمالة الناخبين. اليوم يجب إعادة النظر في الخطاب الانتخابي الذي يواكب الحملة الانتخابية والابتعاد عن الوعود المغلوطة والمكذوبة، لأن ليس من صلاحيات النائب أنه يوفر لا السكن ولا العمل، هو يرفع مجرد انشغالات. أما لازم يوعي ويشرح للمواطنين المهمة اللي راح يقوم بها اللي تنتظره بعد فوزه في الانتخابات. قانون الانتخابات الجديد وضع ضوابط صارمة للحملة الانتخابية على غرار احترام الدستور والهوية الوطنية، مع الابتعاد أيضاً على لغة الوعود المستحيلة التي تتجاوز منصب النائب، فمهمة ممثلي الشعب تتمثل أساساً في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وكذا نقل انشغالات أبناء الولاية إلى هرم السلطة.